السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكل المتابعين الكرام للقناة ديالكم الفنية، قناة كوكب الفن، القناة طبعا اللي كتهتم كل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير وأيضا المواضيع الثقافية والترفيهية والمواضيع الساخنة. قبل ما نبداو هذه الحلقة ديالنا كنتمنى أنكم دعمونا بالاشتراك وكذلك تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بأي جديد، وكنشكر المتابعين اللي معنا حاليا اللي كيعلقونا بتعليقات محفزة، كنشكركم بزاف والشكر أقليل في حقكم. بلا ما نطول عليكم ندوزو مباشرة لعناوين هذه الحلقة. مسنة كفيفة تصنع محتوى باليوتيوب وحملة دعم واسعة لمساعدتها على الربح. المغرب يشرع في الرفع التدريجي للحجر الصحي ابتداء من 10 يونيو المقبل. كورونا، الملك يدعو أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة. أنباء عن شروع الداخلية في اعتقال من ثبت استفادتهم من دعم كورونا بشكل غير مستحق. مشروع جديد يجمع الممثل المصري رمضان والرابور المغربي الحر. انتحار مذيعة مشهورة وهذا هو السبب. والآن أترككم مع تفاصيل هذا الفيديو. لم يمنع فقدان البصر مسنة تدعى فتيحة طويس من تقاسم تفاصيل حياتها البسيطة مع متابعي قناتها الحديثة على اليوتيوب، التي تضمنت فيديوهات خاصة بالطبخ ببعض النصائح والاقتراحات المفيدة التي لم تبخل بها على متابعيها. ولقيت قناة طويس المنحدرة من مدينة مكناس إعجابا كبيرا من طرف المغاربة الذين دعموها بالاشتراك من أجل استفادتها من أرباح اليوتيوب، حيث تجاوز عدد المشتركين 270 ألف شخص في ظرف وجيز. وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة مجانية على صفحاتهم لدعم طويس وإيصال قناتها لعدد مهم من الاشتراكات، بدعوى أنها الأجدر بالتشجيع بحكم عزيمتها وإرادتها القوية التي أبانت عنها في الفيديوهات. تحدت أزمتها الصحية واقتحمت مجال اليوتيوب بمحتوى بسيط مكنها من كسب ثقة وتشجيع المغاربة، خاصة وأن اليوتيوب يشهد حاليا فوضى كبيرة من طرف بعض المؤثرات اللواتي يعرضن محتوى لا يليق بالمشاهدين. وتعتبر طويس نقطة ضوء في عالم اليوتيوب بالمغرب، بعدما أتاح الموقع الفرصة للعديد من المشتركين به لإطلاق قنوات عديمة المحتوى. المغرب يشرع في الرفع التدريجي للحجر الصحي ابتداء من 10 يونيو المقبل. على خلاف ما تم تداوله حول تمديد الحجر الصحي، علمت قناتنا أن رفع الحجر الصحي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تدريجيا، مع الحرص على تقيد المواطنين بالتدابير الوقائية باعتبارها ركيزة أساسية للتعايش مع وباء كورونا. وأكدت وزارة الصحة والداخلية في مراسلة مشتركة لهما توصلت أحد المواقع الإلكترونية بنسخة منها أنه على بعد أيام قليلة من بداية الرفع التدريجي للحجر الصحي، فإنه من الضروري أن يتواصل الزخم لتحسيس ومرافقة وإعداد المواطنين للتعايش مع الفيروس إلى حين تطوير لقاح ضد المرض من طرف المجتمع العلمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن استخدام تطبيق وقايتنا ليس كافيا في حد ذاته، بل يجب أن يكون مصحوبا بوعي تام من قبل المواطنين بأهمية التدابير الوقائية الأساسية، أي نظافة اليدين والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة. فيروس كورونا، الملك يدعو أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة.
دعا الملك محمد السادس أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة في إطار تشاركي لتدبير جائحة كوفيد-19. وحسب ما ذكره بلاغ مشترك صادر عن وزارة الصحة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن هذه العملية ستتيح لأرباب المقاولات حماية المأجورين والحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم، وذلك على غرار عملية التشخيص المكثفة التي تم القيام بها منذ 16 ماي بالمؤسسات البنكية بشراكة بين وزارة الصحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والتي أثمرت عن نتائج ممتازة من خلال اكتشاف حالتين مصابتين فقط من بين أكثر من 8100 اختبار تم إجراؤه حتى الآن. وأضاف البلاغ أنه في هذا الإطار أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إطلاق حملة وطنية لتشخيص وباء كوفيد-19 في صفوف مستخدمي مقاولات القطاع الخاص، مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل. وهكذا ستساهم هذه العملية في استئناف للأنشطة بشكل آمن، والذي يمكن أن يتم في أفضل الظروف. أنباء عن شروع الداخلية في اعتقال ما ثبت استفادتهم من دعم كورونا بشكل غير مستحق. ذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الداخلية قد شرعت بالفعل في اعتقال عدد من الأشخاص الذين ثبت أنهم حصلوا على دعم كورونا، رغم أنهم غير متضررين من الجائحة ولا يستحقون المساعدة المالية. وحسب الأخبار المتداولة، فإن مصالح وزارة الداخلية قد قامت بافتحاص دقيق للطلبات المقدمة مستعينة بالمعطيات التي جمع أعوان السلطة، ليتبين لها وجود مئات الأشخاص الذين تقدموا بتصريحات مغلوطة بغية الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة لحاملي بطاقة راميد والأسر الفقيرة التي يعمل أربابها في القطاع الغير المهيكل. هذه المعطيات أكدها أيضا الإعلامي خالد نزار على أمواج راديو MFM، حيث قال أن رجال الأمن والدرك اعتقلوا عددا من المتحايلين، حيث سيكونون مجبرين على إعادة المبالغ التي حصلوا عليها بدون وجه حق، مع أداء غرامة مالية وربما إمضاء بضعة أشهر خلف القضبان. للإشارة، فإن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت كان قد اعترف أول أمس أمام أعضاء مجلس المستشارين بوجود أشخاص متيح شموش تقدموا بطلبات الحصول على الدعم المالي واستفادوا منها بالفعل. مشروع جديد يجمع رمضان والحر. يبدو أن الممثل المصري محمد رمضان أصبح مهتما بالتعامل مع الفنانين المغاربة بعد النجاح الذي تحققه أعمال فئة كبيرة منهم في الساحة الفنية الوطنية والعربية. الرابور المغربي مراد حلحول والشهير بلقب الحر لمح لإمكانية إطلاق عمل جديد رفقة الممثل محمد رمضان، خاصة وأنهما التقيا سابقا في إحدى التظاهرات بمراكش. ونشر الحر صورة له رفقة رمضان على حسابه بالإنستغرام، أعلن من خلالها عن العمل المرتقب إطلاقه خلال الأيام المقبلة، قائلا: ما هي نسبة احتمالك لإمكانية وجود عمل يجمع الحر والأسطورة محمد رمضان؟ تذكر كم كانت نسبة احتمالك، لربما ستحتاج للرجوع إلى تعليقك وإلقاء نظرة في المستقبل. ويحظى محمد رمضان على شعبية كبيرة في المغرب، إذ سبق أن تعامل مع سعد المجرد في فيديو كليب إنساي الذي حقق نجاحا كبيرا في الساحة الفنية، كما صور أغنية السلطان بمدينة مراكش، بالإضافة إلى مشاركته في إحدى التظاهرات التي نظمت بعاصمة النخيل نهاية السنة الفارطة. انتحار مذيعة مشهورة، وهذا هو السبب.
انتحرت مقدمة تلفزيونية في الهند تبلغ من العمر 29 عاما بعد أن رفض خطيبها الزواج منها حسب ما أفاد موقع ديكان هيرالد. وقبل إقدامها على الانتحار سجلت شاندان مقطع فيديو وأرسلته إلى صديقها دينيتش وإلى والديها وبعض الأصدقاء، وذكرت أن سبب انتحارها هو علاقتها بخطيبها. وقالت في المقطع: لقد قلت لي إنني إن مت سيجعلك ذلك تشعر بالأفضل، مشيرة إلى عشيقها. بعد أن تلقى والد الفتاة الفيديو اتصلوا بجيرانها وطلبوا الذهاب إلى المكان الذي تعيش فيه حيث وجدوها، ونقلت على عجل إلى المستشفى لكن لم تستطع النجدة الطبية إنقاذها. وفقا لوالد المتوفي فقد التقت ابنته مع حبيبها لمدة 5 سنوات وكان في طريقهما لإعلان الزواج، مضيفا: في الأشهر الأخيرة بدأ دينيتش في تجنب تشاندو، أما والداه فأخبر ابنتنا بأنهما سيزوجانه بأخرى. وفتحت الشرطة تحقيقا جنائيا بشبهة الدفع على الانتحار ضد دينيتش وعائلته. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.